ألهمنا رشدنا، حوار نهى وطراد مع الأستاذة اعتدال إدريس. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب فيكم مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم، مستمعي الموجة السعودية أكيد، في ألهمنا رشدنا مع الأستاذة اعتدال إدريس، معكم أنا طراد سندي وزميلتي نهى سعدي. يعطيكم العافية يا رب، وأنا أقول لكم كمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بالأستاذة اعتدال معنا اليوم. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام. كل يوم. أهلا وسهلا فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله حنكمل حديثنا حق أمس. كنا أمس بنتكلم عن إنه كيف الله سبحانه وتعالى وصلنا، لما كنا بنتكلم عن الحديث اللي هو الملائكة، عدد الملائكة. عددهم صحيح. أيوة. وتكلمنا فيها عن اللي هو الملائكة الطوافة اللي بتحضر مجالس الذكر. فكان الحوار بين الملائكة وبين الله سبحانه وتعالى عن الجنة ونعيمها والاستعادة من النار وعن رؤية الله سبحانه وتعالى. آخر شيء يقول الله سبحانه وتعالى للملائكة: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. تخيلوا بس، أبغاكم تتخيلوا دحين أنتم بتستمعوا البرنامجنا الآن، بمجرد ما يخلص البرنامج وتتحركوا يكون الله سبحانه وتعالى غفر لكم، لأنه هذا يعتبر مجلس الذكر. حتى لما جلستوا أنتم معانا مستمعينا، مجرد أنكم أنتم بتستمعوا لده وقاعدين بتستمعوا لي، فخلص وخرجت منه فإيش، ربنا بيغفر لك. طبعا غير حقوق العباد لسه حنتكلم عنها بعدين إن شاء الله، لكن سبحان الله العظيم الذنوب اللي بينك وبين الله يغفر لك الله سبحانه وتعالى. فالملائكة إيش تقول لله سبحانه وتعالى؟ تقول له: يا رب إن فلان قد جاء لحاجة. يعني في أحد جلس أو في أحد قاعد بيستمع مر كده، بس يعني هو ما قصده إنه يسمع ولا قصده إنه هذا، بس جاء وجلس بصدفة أو أيوة، يعني ما هو قصده، ما هو إنه هو له مود ولا مزاجه إنه يجلس، لا. الله سبحانه وتعالى يقول لهم إيش؟ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أي أحد يجلس معهم ينسعد. فتخيلوا كم مجلس ذكر الآن في الكرة الأرضية. إذن قديش عدد الملائكة يا جماعة؟ إذا كل مجلس الذكر حوالينه ملائكة ويتم الحوار. بس أبغاكم تستوعبوا شيء، تخيل الله سبحانه وتعالى من قدرته يسمع السميع العليم اللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي هنا. كيف ده سبحان الله العظيم، لو ما هو إنه يعني عظمة الله، ترى إحنا والله ما نستطيع أن نستوعب ولا نستطيع أن نفكر في الله سبحانه وتعالى، لكن نشوف آلاء وعظمته. كيف يسمع؟ زي دحين شوفوا في الدعاء، كيف لما نجي ندعي من ضمن الأدعية لما تجي تدعيها لله سبحانه وتعالى إيش تقول؟ اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما ومنشرها بعد الموت. شوف أنت كيف بتمدح الله سبحانه وتعالى، ولما تجي بتدعي تقول سبحانك يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تختلط عليه الأصوات. يا جماعة أبغاك تفكر دحين لو جلسنا أنا وإنت يا نهى بنتكلم وجاء أحد تاني جنبنا طراد وأحد تاني بيتكلم معاه، ما حنقدر نستوعب لأنه صارت الأصوات ملخبطة. أمشي أنا أمشي أنا لا أسمعها كثير، ما حتمشي أبدا ما حتمشي معها كثير، ما حتستوعب عشان تركز. لكن سبحانك يا عظيم، سبحان الله العظيم اللي يسمع، لا إله إلا الله، حتى دبيب النمل يسمع أصوات الحيوانات. صحيح. يسمع تسبيحهم، يسمع كلامنا، يسمع دعاءنا. كيف العظيم هذا يا جماعة؟ صحيح. شوف، ومن عوالمه الملائكة هذه اللي قاعدة الآن، بس فقط الملائكة الطوافة دي، هذا طوافة، غير في ملائكة تانية. هذا عالم من عوالم الله سبحانه وتعالى. ملائكة يسموها ملائكة حفظة. إيش الملائكة الحفظة دي؟ له معقبات من بين يديهم من خلفهم يحفظونه من أمر الله. كل إنسان في دي الدنيا حوالينه ملائكة تحفظه من المصائب. بالله عليكم كم من مرات حدثت لكم حوادث تقولوا سبحانك يا رب إيش اللي نجاني من هذا الشيء؟ هتقول كثير. تقول سبحان الله العظيم، بس دوبني تحركت من ذا المكان وصار شيء في ذا المكان. صحيح. طب مين اللي سوى كده؟ الله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة الحفظة يحفظوك. هذول الملائكة لكل إنسان، للمؤمن وللكافر. شوفي رحمة الله وعظمة الله، حتى الكافر عنده. فإذا أراد الله بالإنسان أمر
تبتعد عنه الملائكة يحدث له الأمر ده إذا أراد أن يحصل له شيء أو هذا. في قصة سبحان الله العظيم للفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض أو لا الحسن البصري، الحسن البصري كان يمشي في شاطئ نهر دجلة في العراق، فكان يمشي معه واحد من تلاميذه، فرأى على شاطئ البحر، على شاطئ النهر أقصد، ضفدع كبير وشايل على ظهره عقربة سودة كبيرة. فوصلها الضفدع لشاطئ النهر، خرجت العقربة وصارت تمشي. فالحسن البصري بيقول لتلميذه، يقول له ترى دي العقربة مرسولة، يعني جاية لمهمة معينة، فخلينا نمشي وراها. مشي ورا العقربة ألين وصلوا ولقوا من بعيد سواد إنسان نائم، يعني ظل إنسان نائم، وظل الإنسان ده نائم وطالع فوق ثعبان بده إيش يلدغ الإنسان ده. جاءت العقربة وطلعت فوق الإنسان ده ولدغت الثعبان سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله. طبعا الثعبان التفت ليها ما قدر ومات لأنها قوية السمو سامة جدا. ورجعت تاني لموطنها اللي الله أمرها به. جاء الحسن البصري قال للتلميذ، قال خلينا نصحي ده الرجال. لما قربوا منه شموا منه ريحة الخمرة والعياذ بالله، كان الرجال مسطول ثمل وإيش ونايم مخمود. فصحوه قالوا له قوم. صح الرجال، إيش فيه؟ قالوا شايف الثعبان اللي جنبك هنا؟ إيش بو؟ فحكوا الحكاية. قال يا الله سبحانك يا رب يحفظني وأنا بأعصيه، فما بالك لما يكون بأطيعه. صحيح. ترى المعقبات موجودة بكثرة حوليننا، وإذا أراد الله بالإنسان أمر ابتعدت عنه. في ملائكة تانية غير مخصوصة للمؤمن، إيش هي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ إذا بات الإنسان طاهرا، يعني نمت وانت متوضي، بات بين دثاره وشعاره ملك، يعني بين قميصك وبين جسمك. لا تفكروا قلة حياة ولا حاجة، ما في، ترى احنا حنتكلم عن صفات الملائكة تختلف تماما عن مقاييسنا البشرية. بس تخيل قديش عدد الملائكة. انا كله بس عشان بدي اوصل ايه لمن تمام الملك خلق الملائكة، من تمام ملك الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا، هذول بس احنا الان كله لاحظي ان احنا كله بنعد بنشوف الملائكه عددهم كيف قديش بس. تعال احسب انه سبحان الله العظيم لكل انسان قرين من الملائكه وقرين من الجن. طبعا سيبوكم، هو زي افلام الكرتون اللي زي شبهه دا ودا ماسك مطرقه ويطول على دماغه، هذا كلام فاضي يعني. الغزو الفكري. فهذا طبعا ما هو زي كده، بس كل انسان معاه قرين من الملائكه. طيب اذا الانسان مات قرينه ما يروح مثلا عند أحد تاني، لا خلاص اطلع سبح الله سبحانه وتعالى. فتخيل قديش عدد الناس من خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة وكل إنسان قرينه موجود معه. صحيح. سن قديش عدد الملائكة؟ حد وأغلط. تعال في تاني إيش في كمان غير قرين الملائكة؟ عندك الملكين اللي اكتبوا أعمالك. صحيح. ملك السيئات وملك الحسنات. نعم، ملك السيئات وملك الحسنات ده برضو لو مات الإنسان مش روح عند حد تاني، لا الملكين غير القرين. تمام، غير القرين. هذول اثنين غير الاثنين، غير القرين، غير قرينك من الملائكة وقرينك من الجن. تخيل انت معاك الآن ثلاثة ملائكة، تخيل غير قرينك من الجن، ثلاثة ملائكة معاك الآن. خلاص تخوفين يا أستاذ. غير الجن. لا ملائكتك إيش؟ الملائكة اللي عندك قرينك هذا حنشوف إيش عمله. بس هذول الملكين اللي بيكتبوا أعمالك، في ملك السيئات وملك الحسنات، ومن نعمة الله نحن ما نشوفهم. هذا أمر غريب فيهم سبحان الله العظيم، إنهم يكتبوا كل شيء. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب إيش يعني يلفظ من قول؟ أولا ملك السيئ، الملك الحسنات من يوم ما تعمل الحسن يكتب لك هي، وملك السيئات لما نسوي سيئة يرفع القلم 6 ساعات ويقول لعله يتوب لعله يستغفر. يا الله، يا ما الله. يكتبها على طول عشان يبغاك تتوب، يبغاك تستغفر. شوف قديش الملائكة تحبك، عشان كده قاعده بقول لك ثلاثه ملائكه، ثلاثه عشان تعرف قديش محبتهم ليك هم. فسبحان الله العظيم يكتب لك كلها. طيب ايش الكلام اللي انكتب ولا تكتب؟ لو استغفر او كده لا تكتب، ايوه خلاص تتمحي سبحان الله.
تعال نشوف ايش الكلام اللي انكتب. دحين احنا بنفكر انه بس الحسنات والسيئات اللي تنكتب، صحيح. طب في عندنا لغو الكلام العادي، ناولني دا، اعطيني دا، بشرح لك الدرس، سوينا، طبخت الطبخه الفلانيه. طب هذا كله لغو، له حسنات وله سيئات. طب فين يروح دا؟ اختصم فيه ملك الحسنات وملك السيئات وطلعوا لله سبحانه وتعالى. ملك الحسنات قال يا رب ما هي بحسنه عشان اكتبها، وملك السيئات قال يا رب ولا هي بسيئه عشان اكتبها، فين حتنكتب؟ الله سبحانه وتعالى يقول لهم اني قلت ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يا ملك السيئات اكتبها في كتاب السيئات. طبعا دي مصيبه، اظن صدمه هائلة للإنسان إنه يحس إنه كل كلامه حتى اللغو اللي هو أعطيني ناوليني رحت سويت الطبق الفلاني يكتب في السيئات. يوم الاثنين والخميس تعرض أعمالا على الله سبحانه وتعالى. كل اثنين وخميس كتابكم يطلع ويعرض على الله، تشوف إيش انكتب فيه وإيش الحط فيه. لما يطلع تقوم تصير فيه غربلة، يتنخل الكتاب زي المنخل، يقوم ينزل كل الكلام اللغو ويثبت كلام الحسنات وكلام السيئات. الحمد لله راحة. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا يقول لك إيه، من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه. لغطه إيه؟ مش لما نقعد فلان قال فلان، أيوة الكلام الفاضل بس أيوة، بس مو الكلام اللي فلانة قالت وفلانة عملت وشفت الفلان والله دا يستاهل ياخد على دماغه، وهذا الأهبل اللي بيسوي. مشكلة ياخد راحتهم في الكلام ويقول لك خلاص دعاء الاستغفار. وعندنا فرص كثير أستاذ اعتدال، المشكلة في حكاية السيئات والحسنات. شوف قديش قلتي ملك السيئات بيستنى وبيقول لعله يستغفر ولعله يتوب، وإحنا لسه بنفكر وتشكك في قدرة الله. سبحان الله. وعشان كده بيقول لك الحديث يقول لك من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه ثم قال ايش كفارته؟ ايه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. نستغفرك ونتوب اليك على ايه يا حبايبي؟ ها على ايه يا حلوين؟ مش على الحش اللي في الناس، ها تحش في ده تحش في ده، لا على اللغو واللغط. طيب في شيء سبحان الله العظيم ربنا كيف يحبنا فيه، ممكن انا الكلام اللغو احوله الى حسنات. كيف؟ دحين انا مثلا بدي اجلس اتصاحب معاك انا افترض يا نهى وبدي انصحك في شيء، انا ما حاجي مباشره اقول لك يا نهى حرام اللي انت تعمله، حتخفيني بشي اقول لكم حل عن سماي ولا ابغى اشوف وشك ثاني، صح ولا لا؟ كان الاسلوب قصدك؟ ايوه. لكن لما اجي انا مثلا اجي اتكلم معها في البدايه كلام عادي، كلام عادي، صحبه عاديه، وبعد كده هي من خلال القدوه من خلال هذا هي حتتغير. هنا ناخذها من منطلق ثاني، حسن النيه في طريقه الكلام. ايوه. لا مش حسن النيه، اني انا نيتي أيوة. انا نيتي اني انا بدي ادله على طريق الخير، فعشان اوصل له لطريق الخير حتكلم كلام لغو بطريقه لينه واسلوب طيب، كلام لغو عادي. يعني هو لا حشيت في احد ولا تكلمنا في احد، لكن قعدنا نتكلم ووريني الدراسه وهذا ايوه صحيح. فيقوم هذا كلامنا اللغو انكتب في باب الحسنات، ما انكتب في اللغو. رحت لأمك، رحت لأمك تبي تحكيها، والله أنا سويت وعملت وما أدري إيه وما أدري إيه، لو أخذتها بنية إنك أنت تبغى تبر أمك وتتقرب لها شاركها الماضي أيوة، فتقوم سبحان الله العظيم تحولت من كلام لغو إلى كلام بر. يعني يا تقول شيء طيب يا نسكت حسن، نسكت حسني والله من جد. طيب هروج ما لها أصلا. تخيل الهروج دي، يعني يا جماعة الحش بالذات في العزايم وفي الأفراح سواليف يا الله فلانة فلانة عملت وإيش لابسة، وأما لبسها مهول وأما شكله مهول وما أنا عارفة إيه. فالحش ده سبحان الله العظيم كله ينكتب في كتاب السيئات. صحيح. طيب تعالوا اللي في نفسنا، في داخل نفسنا دحين، بعض الأحيان مثلا واحد بده يحش جوة نفسه، هل مؤاخذة على جوة نفسه؟ إن شاء الله لا. أيوه الحمد لله. مو كل الامور، استنى مو كل الامور، ده انت ما صدقت يا سيد، استنى. واضح انك عندك سواليف مع نفسك. واحد يعني بيتكلم مع نفسك في قصص بعدين حنتكلم مع نفسي في بس ابغى اقول لك شيء ترى يا اضطراد. شوف يا ابني، اصحك تعايب على احد ولو في داخل نفسك والله حتنبلش بيها وتصير زيه. اكيد في حسن نيه لكن في حديث مع النفس، يعني اخذ عطا بس مو اكثر من كذا. شوفوا ايش اللي بيحصل دحين، مثلا نفترض الحديث بيقول لك من هم بحسنة فعملها كتبت له حسنة وضاعفت له 10 حسنات وأضعاف مضاعفة. طيب ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له إيه حسنة، لا إله إلا الله. ومن هم بسيئة فعملها
كتبت له ايه سيئة واحدة. كيف حندخل النار في الأخير؟ شفت مصيبة كمان يا بنتي ان نخش النار في الأخير. شايف؟ رح نكمل أستاذ عتال بس عشان الفاصل رح نطلع طيب. فاصل سريع مستمعين ونرجع لكم طيب. في أهمنا رشدنا نكمل عشان نشرح إيش معنى همة بحسن وهمة بسيئة طيب. بعد طيب. الفاصل ألهمنا رشدنا حوار نهى وطراد مع الأستاذة اعتدال إدريس. رجعنا لكم مستمعين مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية مستمعي برنامج ألهمنا رشدنا وكنا بنتكلم عن الحسنات والسيئات الكلام اللي في النفس تحسب. الكلام اللي في النفس الكلام اللي في النفس هذا كان الانطراد يعني. طيب شوف يا ستي هو إيش يقول لك من همة؟ إيش يعني بكلمة من همة؟ يعني عزم. شوفي أساساً نوى أيوة. أساساً إيش يحصل؟ هو أول مرة يبدأ بخاطرة تخطر على بالك كده. بعد كده تصير فكرة. بعد كده راح تقلبها في دماغه يصير هم. يعني مش هم هم الحزن هذا هم إن أنا نويت فعلاً. طيب تعال شوف الحسنة اللي في داخل نفسي ترى الملائكة ما تعرفه. ولا تقدر تكتبه لأن ربنا يخبرها سبحانه وتعالى يقول لها تكتبي يكتب. ما يعرفوا هذه الأشياء عشان كده من همه هو الله سبحانه وتعالى يخبرهم بيها أنا شايفة أستاذ اعتدال هذا الموضوع نبهني لشيء إيه؟ سبحان الله الطريقة الإدارية يعني في كده حتى في أماكن أو إدارات أو شيء زي كده خلاص هذا شغل متوزع على فلان وفلان بشوف سبحان الله برضو ما تكتب إلا لما تتنفس يعني تمام. سبحان أيوة الله برضو إنه يعني سبحان الله معانا حتى في موقف زي سبحانك هذا. يا رب فلما أنت تهم بحسنة خلاص تقول معناته نويت نفترض إنه قلت والله أنا اليوم نويت إني أنا أصلي ركعتين قبل الفجر نفترض أو إن لما أخرج من البيت اليوم إن شاء الله حألاقي أي فقير وتصدق عليه إن شاء الله 5 ريال أو ريالين أو إني أنا أزور أحد نفترض أنت هميت بشيء حلو حسن النية أيوة. فالمهم خرجت ولقيت فعلا الفقير أو صليت أو حاجة وسبحان الله ربنا يضاعف لك هي نفترض إنك أنت خرجت وصلت للعمل ما لقيت أي أحد قدامك أو عايرت الساعة عشان تبى تصلي وراحت عليك نومة إنك تقوم الليل تقوم ركعتين بس من الليل راحت عليك نومة شوفوا كرم ربنا كيف يقول للملائكة أكتبوا له هي حسنة طب هو ما سواها أكتبوها قد هو نواها عشان كده حبايبي كتروا من النيات الحلوة الطيبة صحيح. طبعا أنت مثلا تقول والله أنا ناوي مش الواحد يضحك على نفسه لا هم نويت أتيسرت معك ما تيسرت أنت ما أنت خسران وانت ما انت خسرانة بالعكس مو بس مو خسران كسبان احسنتي طيب تعال شوف همة بسيئة يجي واحد يقول الله دحين انا عندي رقم البنت هذه حروح اكلمها الان وبس استنى لي فرصة كده واتكلم معاها وافضى واسوي طيب اتيسرت له الفرصة خلي بالك ما تيسرت له الفرصة سواها تكتب له سيئة واحدة اتيسرت له الفرصة وقعد وما سواها يقوم ربنا سبحانه وتعالى يكافئه ما سواها مش علشان الظروف ما سمحت له لا هي الظروف سمحت له كلها ما تيسرت له هنا عشان سواها ما سواها علشان اتذكر قال لا انا مش هسوي السيئات دي انا هعملها يقوم ربنا يكافئه سبحانه وتعالى يقول له عشان انت تركت السيئه وتراجعت عنها انا هكتب لك هي حسنه تخيل مع انه كان ناويها سيئه سيئة واحدة لو تهيأت الفرصة وسواها وتهيأت الفرصة ما سواها نكتب له حسنة لو ما تهيأت له الفرصة طبعا حاول انه يفضى ويفضى ويفضى ما تهيأت له الفرصة انه ما تهيأت أيوة. الفرصة لا قال يلا ما تهيأت الفرصة خلاص يقول أي رب تكتب لي حسنة لا يا حبيبي ما رب تكتب لك لا لأنك أنت إيه أنت أساس الفرصة ما تهيأت لك فلا حسنة ولا سيئة ولا حسنة نيتك ولا مستمرة في عمل الخطأ شايف عندك سبحان الله العظيم تيجي برضو حديث النفس دحين انت مثلا بتشوف احد قدامك او تتكلم او شيء فلانه سوت علي وفلانه عملت وما انا عارف انت ما تكلمت لاحد بس بينك وبين نفسك ما تحدثت بيها ولا كلمت بيها لسانك فانت ما انت محاسب عليها ما انت محاسب لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايش وهل يكب الناس في على وجوههم في النار الا حصائد ألسنتهم حصائد انت تكلمت لكن في نفسك انت بشر ما حنقدر نقول لك انت ملاك ما تغلط ما حقدر اقول ملاك ما شاء الله تبارك الله يمشي كده على الارض ما يغلط انت ممكن تخطئ ممكن استاذ اللسان ما هو سهل انا ممكن اكون بتكلم عن اللي في خاطري يعني ممكن تكون فكره سيئه صح ولا لا يعني مهما كان تكلم مع احد اثق فيه مثلا انا قلت الكلمه هذه قدام طرد اللي راح نفذ هذه السيئه اي او العكس
يعني اللسان فعلا يعني سلاح سلاح مثال يعني بالراحة ممكن أنا أقول الكلمة وغيري ينفذ مثال 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 لا وانت ما تقصر على فكرة شوف بقول لكم شيء سبحان الله العظيم في هذا الشيء استطرادة بسيطة أي إنسان يسوي سيئة والباقين يسووا معاه نفس السيئة عشان هو سواها حيشيل ذنب كل اللي سواها من غير أن ينقص من ذنوبهم شيء هتقول طب هو بيسوي كده والله حتى لو هو بيسوي كده بس انت هتحتله الفرصة وأول محرض أول طريق التواصل اللي هو اللسان وطريقة الكلام أيه وعزمت عزيمة سويت نيلة ما أنا عارفة إيه سويتها انت بتاخد ذنب العالم هل هذا والله في إنسان عفوا سوري سامحتي طرد في طريقة كلام تخلي الواحد حتى لو انت بتحرضه على سيئة ما على حسن عفوا ما يسويها بسبب طريقة انت كيف بتقولها تحسسه انها ثقيلة تحسسه انها جدا ثقيلة انك تروح يعني في ناس تحسسك انك لو عشان تتصدق زي ما قالت استاذ اعتدال مثلا يحس لسه حتروح تصرف الفلوس وتروح ما يحسسك ان المشوار ده اطول منه ما في ويجي انسان يقول لك وانا رايح وانا جاي الاشارة واقف فيها العمال يعني ريال عطيهم صحيح. في ناس يقربوا لك هي للخادمة عفوا في البيت أو السائق في ناس يقول لك لا أخوك أنت ما تعرف إيش محتاج سؤالك لي تحتاج شيء إذا تحتاج شيء تعال قل لي صحيح. وفي ناس يبعدوا لك هي خلوا لك هي يا جماعة باب الحسنات مفتوح والله مفتوح كثير عمال الطرق اللي بتشوفوهم هنا بيشتغلوا بس لو اشتريت لهم بسكوت ولا كروسان ولا اي شيء ومويه وعطيت اعطيته هي ما حد فينا استاذ اعتدال راكب سياره بيطلع ولا معاه حتى 5 ريال في مفلسين على الاخر لا بالعكس انا بقول صعب انه مفلسين على الاخر الواحد بيطلع عامل احتياطه في اقل شيء صح صدقتي فيها والله في ناس تسهل انا في وحده يعني الله يذكرها بالخير ان شاء الله بس تقول انه اعتبريها طاحت من جيبك يعني لو طاحت من جيبك قد ما حتنحرقي ما حترجع شوف الفين اعتبريها بس كده سلتت من المحفظة وبننزل نشتري والكوب المدري ايش وبهذا فجماعة ترى الأجر والله أبواب الأجر مفتوحة عندكم يكفي لو الكلمة الطيبة صدقة طبعا أفهم أستاذة الدال بس هي قالت نوها نقطة مرة مهمة فعلا لو فلوس مني طاحت 50 مثلا ولا 100 مبلغ هل ينفع اعتبرها انه خلاص صدقة ايوه وتحسب لي قول هذا اي انسان ياخذها يا رب حلال عليه وانا حللته منها واعتبرها صدقه عندي لو سمحت ربنا يقسم الارزاق يعني أيوة. ايوه هو لو جاء احد لقاها على الاقل بدل ما ياخذها بذنب ياخذها بطيب نفس منها انت كنت وسيله انها توصل ليد هذا سبحان الشخص الله. سبحان الله بس وصل له هي بالوسيله الحلال انك انت سامحته سامحت أيوة طبعا هذا اكيد اكيد فانو النوايا الحسنه النوايا الحسنه عندكم يا مكترها يا جماعه استغفر الله استاذ اعتدال صرنا نرجع موقف زي ده لما يصير استغفر الله العظيم نرجع كذا نسخط ونشتم يلا كان نفسي اخذ ونقول كل الكلام استغفر الله اللي يتقال واللي ما يتقال هذا مو نرجع لايش؟ للرزاق انها ما هي من رزقك فسبحانك يا رب يعني لما تيجي تشوف الاعمال قديش كترها حتلاقي نفسك انك انت بتعمل اعمال صالحه قديش كترها بس غير النيه لو سمحت حتلاقي اعمال قديش كترها والملائكه حيشتغلوا طول الوقت حيكتبوا زي عندك سبحان الله العظيم في كلمة رائعة مرة تعجبني في الحمد اللي هو رسول صلى الله عليه وسلم لما كان في الصلاة فقال إيش لما بيقول سمع الله لمن حمده فواحد قال ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده بعد ما انتهت الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قال لهم مين قال الكلمة هذه سكتوا خافوا فقام قال لهم مين اللي قالها كررها 3 مرات آخر شيء واحد من الصحابة قال له أنا يا رسول الله كان خايف أنه هو غلط فقام قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 30 ملكا يبتدرها أيهم يكتبها يا الله 30 يعني من 3 لـ9 حوالي دولة مجموعات و30 33 35 وهكذا كل واحد يقول لا خليني اكتب الكلمة انا يا جماعة كلمة بسيطة والاجر احنا ليش بخلة ليش بنبخل على نفسنا لا بس نعرف نقول الكلام اللي ما له معنى طب تخيلي في عندك اللي هو ايش يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فعضلت بالملكين فما عرف ايش يكتب اجرها عضلت يعني احتاروا فيها فلما طلع الله سبحانه وتعالى قال لهم اكتبوها كما هي وانا اجزي عليها يوم القيامة كم من اشياء عندكم بالله ما تقدروا تقولوا
كم مرة في اليوم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؟ أو دعاء الحمد، اللهم من نعمة أنعمت بها علي وبأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. كده أديت أنت شكرك اليومي يعني. فشوف نعم. سبحان الله العظيم قديش كلمات قديش كترها سبحانك يا رب فيها الأجر ليك. هذولا لما نجي نشوف دحين وكنا بنقول إنه عدد الملائكة، يعني هذا كله بنتكلم بس عن عدد الملائكة. فإذا قديش عظمة الله، قديش قدرة الله سبحانه وتعالى، قديش ملك الله سبحانه وتعالى في إنه يعني أعطانا وأعطى هذول عدد الملائكة، هذا جزء واحد فقط من عالم العوالم اللي ربنا خلقها. طيب خلينا نشوف الآن قبل ما نتكلم عن صفاتهم وأشياءهم، هنا نبغى نشوف أسماء الملائكة اللي إحنا نعرفها. طيب طيب قولوا لي أنت إيش تعرف من أسماء الملائكة؟ جبريل أول شيء. طب أعطوني اسم ونشوف عمله. جبريل حق إيش عمله؟ الوحي. جبريل عليه السلام هو الملك الموكل بالوحي وبالعذاب. يعني الله سبحانه وتعالى بده يرسل عذاب على أي أمة من الأمم يرسل بها من جبريل عليه السلام. طيب أيضا ميكائيل حق إيش؟ الرزق حق الرزق والمطر والنبات. هاي طراد إيش تعرف؟ سمعت عزرائيل. في ناس تفكك وما أعرف الصح حتى الموضوع ده. أو أساسا إحنا نعرف نقول إحنا بنسمع دائما إنه يقول لك عزرائيل هو ملك الموت. لا طبعا ما في شيء في الكتاب ولا في السنة الصحيحة يقول أن ملك الموت اسمه عزرائيل. معلومة خاطئة تماما. أيوة ما في هذا. فين اسمه عزرائيل؟ في الروايات الإسرائيلية، بس إحنا بناخذ الحديث الصحيح والقرآن والسنة. فما في عندنا شيء اسمه عزرائيل. جميل. اسمه ملك الموت. أعطوني أسماء تانية. ميكائيل. قلنا ميكائيل. تقعد معنا إسرافيل. إسرافيل لسه جاي حضرتك ديت. إسرافيل حق إيش؟ إسرافيل النفخ في الصور. إسرافيل عليه السلام هو الملك الموكل بالنفخ في الصور أيضا. خلاص مالك ورضوان. مالك حق إيش؟ مالك النار. خازن النار. بس طبعا لا يفكر واحد إنه أي واحد اسمه مالك يقول أنا خازن النار. لا مالك هو اسم ملك بس مهمته انه ينتقش للنار سبحان الله العظيم. طيب ورضوان هو خازن الجنة. طيب اللي هو ايش مهمته؟ سبحان عظيم الجنة. طيب ايضا نكير ناكر ونكير. لا يا ابني لا يا حبيب قلبي ما فيش اسمه ناكر ونكير. ليش طب اسمع الناس دائما للاسف يقول لك انت قاعد زي ناكر ونكير. للاسف في ناس كده بتتداولوا من زي حقة اسرائيل. صحيح. لا هو اسمه منكر ونكير. منكر ونكير هدول مهمتهم ايش؟ اللي هم سؤال الانسان في قبره. هدول مهمتهم. كل الملائكة الجميلين زي ما قلنا في الحلقات السابقة ما عدا هم هدول حقون القبر سبحان الله العظيم. اللي هم سود الوجوه زرق ايش؟ العيون. ايضا في سود الوجه. سود الوجوه. الوجوه زرق العيون. تخيل واحد اسود وعينه زرقاء، يعني أظن ما تجي تتخيلها مرة. يعني ما تجي مرة. فسبحان الله العظيم هذه أسماء الملائكة. في اسمين تانية مدرسة تفتكروها تعرفوها أو لا، هم هاروت وماروت في سورة البقرة. في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين. كني سمعتها. كني طيب. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. طيب هم إيش قصتهم أساسا؟ طبعا معظمها فيه روايات إسرائيلية وروايات غير صحيحة بتكلم عن الملكين هاروت وماروت بطريقة ما هي صحيحة. هم أساسا إيش قصتهم؟ الملكين دولة هاروت وماروت سبحان الله العظيم القصة الأساسية فيها إنه كان السحر في عهد سيدنا سليمان عليه السلام منتشر بكثرة. طيب وكانت يعني الساحر والعياذ بالله يتعامل مع الشياطين ويتعامل مع الجن والمرض ومن عارف هذه الأشياء كلها. يعني يفرق عن دحين السحر عن أول؟ كان في البداية أكثر وأقوى. أقوى من دحين؟ أيوة. ولأ ودحين كمان انتشر. طيب فكان سيدنا سليمان عليه السلام مش هو مع بني إسرائيل. طيب من أنبياء بني إسرائيل سيدنا سليمان. فانتشر السحر بكثرة فيهم فصاروا الناس يخلطوا بين السحر والمعجزة أو الكرامة. فكله عندهم سحر. فسيدنا سليمان عليه السلام لأنه ربنا أعطاه له ملك ما في أحد عنده زي هذا الملك، سيدنا سليمان عليه السلام كان يتحدث مع الطير وكان يأمر الرياح وكانت الجن من والجن كلهم سبحان الله العظيم من جنوده. طيب والإنس كلهم كانوا من جنود سيدنا سليمان عليه السلام.
طبعا الوقت انتهى كالعادة كالعادة أكيد. وصلنا لنهاية حلقتنا في ألهمنا رشدنا، نلقاكم بكرة على ألف خير إن شاء الله مع الأستاذة اعتدال إدريس. أنا كنت معكم نهى سعدي وزميلي طرات سندي، في أمان الله.